تكره كلمة الحقد. شلون؟ سؤال من مرة ثانية. لما كنت في يعني أنت بتقول كلمة حق. مظلمة أو غير مظلمة؟ لا مش مظلمة. يعني كلمة حق في يعني موقف. كلمة حق تعود على البشر كله اللي حي. نصيحة اللي يعني. تذكير. الناس بتضايق يعني ناس بشوف في بعض ناس كده تشعم منه. طب هالمدة حيسيب كل واحد ده ليه قطار المحطة بتاعته بيجي بينزل. مش حسيب حد بدي اخرج. لا بس عشان التصوير يعني اقعد سيدي تعال انت اسحب الطاوله. ليه يا سيدنا؟ مش بعيد من عمل اولا الحق يصادم الهوى. ولو اتبع الحق اهواءه لفسدت السماوات والارض ومن فيها. اسمح لي. ثانية لما يكون اللي بيتكلم ده ثمن مريض التانيين ما بيستجوش المي. صحيح. صحيح. فيقولوا له ايه يا واعظ الناس قد اصبحت متهما العبت منهم امورا انت تاتيها تعيب دنيا وناس راغبين لها وانت اكثر منهم رغبه فيها. يعني احيانا اللي بيقول النصيحه ده مش مقبول. طيب لما يكون سيدنا ابو بكر الصديق من 10 المبشرين بالجنه كوي. يقول لو لا رجل في الجنه ورجل خارج الجنه لا امانه لمكر الله. حد يقدر يتناقض في دي؟ لا. حد يقدر ينكر في دي؟ لا. طب اعتبر ان موته انت هم النهارده وانت بكره جاي لك الدور بكره، حد هيهرب من موت؟ من حق؟ حد هيهرب؟